عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أخويا؟ الله يسلمك أخويا الغالي. رحمة الله على والديك. ممكن نشارك بعد برنامج مالتك؟ يلا شو تريد تشارك؟ أنت والضيوف الكرام ذول اليمن. يلا تفضل. تسلم. اي والله وشنو ما تعدي هدايا وما ادري شلون فلوس ما ادري طلع عطر ايه صار راح اقول لك اياها. تعبالك احنا نوزع فلوس؟ لا مو قصه توزع فلوس بس ردنا مثلا نشارك شويه نلطف الجو. اي يلا يلا الشباب راح يفهموك على اللعبه وياهم. يلا زين. لا قبل الشباب قبل الشباب ارد اسولف وياك. سولف وياي؟ اي وياك. يلا سولف. هذا اللي اتصل بيك البدوي شنو فيلم هذا؟ والله اخويا ما ادري. لا الله عليك. والله ما ادري يعني واحد متصل حال حال متصل. انا مثلا معجب بيك. والله ايش ما ادري يا اخوي. هسه انا قاعد ادين عليك صار انت فاتح علي خط كل نص ساعه هسه انا اخابر بيك لا عاد لا شغل ولا عمل. مثلا مشترك بالبرنامج ومتابعه وسهران. يعني عادي ناس تتصل كل واحد يريد يغير جو. لا بالعكس برنامجك طيب وكل العالم تتمناك والله احنا متابعينك. يدوى القلب. اخونا العزيز انت. الله يخليك يا طيب. يلا يلا ويا زين اللعبه. اقول لك شغله قبل ما ينتهي البرنامج. قول. هذا اخوك اللي يتصل بيك هو عالي مو بدوي. ادري احنا نعرف هو مو بدوي. على فكره اقول لك والله بس نحب نضحك وياك ونشاف. لا بالعكس والله على فكره اقول لك محافظه واسط. اقول لك ترى احنا ندري يعني حتى الكادر وهاي نعرف انه هو لانه حكيك انت مو كله بدوي. لازم تعبر لك واحدة اثنين. ايه ما مش لازم تعلم اللهجة بالزحيق. الله يسلمك ويخليك. والله شلونك حبيبي؟ شلونك؟ يسلمك حبيبي في دول قلبك. الله يسلمك رحم الله والديك على البرنامج هذا الطيب. الله يخليك. والف رحمة على والديك وتعذرنا انت. لا بالعكس والله بالعكس بالعكس حبيبي القلب. الله يسلمك. اهم شيء الصبيان نايمين يلا.